الانتيريور انتركوستال ارترز كان الاب الروحي لهم اللي خرج منه اللي خرجوا منه ارتري اسمه انترنال ثوراسيك ارتري، الاسم القديم بتاعه انترنال ميموري، انما الاسم الجديد المستعمل حاليا هو الانترنال ثوراسيك ارتري. جاي منين ده وايه حكايته؟ نستعرضه الاول كبداية ونهاية وكورس وبرانشز قبل ما نتكلم على البرانشز اللي خارجة منه اللي هي الانتيريور انتركوستال ارتريز. الانترنال ثوراسيك ارتري ده كان دايجرام سريع للثوراسيك وول او الثوراسيك كيج في عظمة الاسترنم، وديت كانت الريبس 1-2-10. عاوزين نتكلم على بداية هذا الارتري، بنقول يبتدي من ارتري اسمه سبكليفيا من الفيرست بارت بتاعه. مين هو السبكليفيا ارتري ده؟ ده احد الارتريز اللي خارجة من ترانك كبير اسمه الارشف ابورطة. هيخرج السبكليفيا ارتري سموه سبكليفيا، سب يعني تحت، كليفيا يعني عضل عظمة اسمها كلافيكل، بيمشي من تحت عظمة الكلافيكل، ومكونا من 3 بارتس. الانترنال ثوراسيك ارتري بتاعنا اللي هو موضوعنا خارج من الفيرست بارت اللي هو يقع ميديال للفيرست ريب، هيخرج يمشي مسار انا هرسمه الاول وبعد كده نحكي عليه. خارج من هنا، شايفين ماشي ازاي؟ انترنال ثوراسيك ارتري arises from the first part of subclavian artery، هيمشي الديب للثوراسيك وول، هيمشي behind the thoracic wall، behind the anterior thoracic wall، 1 inch lateral to the margin of the sternum، ماشي ورا الكوستال كارتليجز لحد نهاية الكوستال مارجن من فوق، هيتفرع لفرعين اتنين. الارتري هيتفرع الى 2 branches، وهو ماشي في المسار بتاعه ده كان مصاحب accompanied by 2 veins مصاحبين له اسمهم فيني كوميتانس، جمع فينا كوميتان. الفينا كوميتان 2 veins مصاحبين لهذا الارتري، يتجمعوا مع بعض في السرد انتركوستال سبيس ويعملوا انترنال ثوراسيك وول، يمشي على الميديال سايد اوف ذا ارتري وهنحكي عليه بعد شويه مع الفينسترينج. الارتري بتاعنا بعد ما كان ماشي مساره مصاحب بالتو فينز هيتفرع ان هوت لفرعين اتنين، واحد يمشي على استقامته اسمه سوبيريور ايبيجاستريك، ماشي على خط واحد معاه، والتاني ماشي مع استقامه الكوستال مارجن واسمه ماسكيلو فرينيك. هذا الانترنال ثوراسيك ارتري هو الاب الروحي لشرايين انتيريور ثوراسيك وول. احنا قلنا التيرمينال برانشز بتوعه اللي هما السوبيريور ايبيجاستريك والماسكولوفرينيك، هيديني انتيريور انتركوستال ارتريز. انتيريور انتركوستال ارتريز تغذي الانتركوستال سبيسز من الامام، يديني ايضا برانش يغذي البريكارديوم والديافرام اسمه بريكاردياكوفرينيك، وبرفوريتنج برانشز تخترق الاجزاء المختلفه في الثوراسيك وول وتغذيها. ادي الخمسه برانشز اوف ذا انترنال ثوراسيك ارتري. طيب الشريان بتاعنا اللي اسمه الانترنال ثوراسيك ارتري في منظر شبه طبيعي اهوت ماشي وراء الثوراسيك وول، 1 فينجر بريتس لاترال تو ذا سترنم، ماشي من تحت الكلافيكل وتحت الريبس، وهيتفرع هنا للفرعين بتوعه. السوبيريور ايبيجاستريك يمشي على خط مع واحد معاه، وماسكولوفرينيك يمشي موازي لخط الكوستال مارجن. الكوستال مارجن اللي هو المارجن المعمول بأربعة كوستال كارتليجز، الكوستال كارتليج بتاعت الرب السبعة ثم التلاتة فولز، تلاتة فولز ريبس اللي هما 8 و9 و10، يعملوا مع بعض الأربعة ريبس ديت أو الأربعة كوستال كارتليجز، يعملوا مارجن اسمه كوستال مارجن اللي هو حد الريبس. تعالوا نشوف البرانش بتاعنا اللي بتغذي البرانشز اللي بتغذي الانتيريور ثوراسيك وول اللي اسمها انتيريور انتركوستال ارتريز. ايه حكايتها ديت؟ هما اتنين ارتريز في كل سبيس، هيتوزعهم علشان يغذوا الانتيريور بارت اوف ذا ثوراسيك وول بالشكل ده. تعالوا نرسم الثوراسيك وول، ادي الثوراسيك وول، بين كل ريب والتانيه في سبيس اسمه انتركوستال سبيس،
تشغل مجموعة structures هي الانتركوستال ماسلز والنيرفز والفيزلز. هذه الستركتشرز ماشية في الانتركوستال سبيس، الارترز بتاعتنا هتمشي في هذه السبيسز. فانا عندي الفيرست انتركوستال سبيس، ثم السكند، فالثيرد، فالفورث، فالفيفث، فالسيكس انتركوستال سبيس. طيب ثم ده 7 و8 و9، من قدام مفيش لا 10 ولا 11 سبيس، لان الريبس في المنطقه دي كانت فلوتنج فما فيش سبيس. ادي عندي السبكليفين ارتري، السبكليفين ارتري راح جاي خرج منه الانترنال ثوراسيك ارتري اللي انتهى هنا في مستوى الكوستال مارجن، واتفرع للفرعين بتوعه اللي هم السوبيرو الابيجاستريك على امتداده، والماسكولوفرينيك اللي ماشي موازي للكوستال مارجن. الانتيريور انتركوستال ارتريز في الابر 6 انتركوستال سبيسز كانوا 2 في كل سبيس، يعني هنا 2 وهنا 2 وهنا 2 لحد السادس، وكانوا بيخرجوا من الانترنال ثوراسيك ارتري. ازاي بالشكل ده؟ 2 في كل سبيس بيخرجوا من الانترنال ثوراسيك ارتري. طب في السبيسز اللي بعد كده، في السبيسز ارقام 7 و8 و9 كانوا 2 في كل سبيس بس بيخرجوا من برانش من الانترنال ثوراسيك هو الماسكولوفرينيك، يخرجوا هنا من الماسكولوفرينيك اللي هو واحد من التو تيرمينال برانشز اوف ذا انترنال ثوراسيك، اهو 2 في كل سبيس وهيخرجوا من الماسكولوفرينيك. اما في السبيس العاشر والسبيس ال11 مفيش اساسا ارتريز موجود فيه لان السبيس انكومبليت انتيريورلي. ده كان الانتيريور انتركوستال ارتريز. طيب لو نيجي نشوفها من الجانب منظر سايد فيو، ده الاسترنم باجزائه الثلاثه، الابر بارت اللي اسمه مونوبرام استرناي، والميدل بارت الكبير اللي هو البودي اوف ذا استرنم، واللور بارت اللي هو الزيفود بروسس. الفيرست ريب بتمسك هنا، السكند ريب عند الاسترنال انجل، الريب السبعه عند المانوبرا استرنال جنكشن، ثم بقيه الريبس بهذا الشكل 1 2 3، هنا تبقى السبعه، ثم 8 و9 و10 يعملوا الكوستال مارجن مع 7، اما 11 و12 فهم فري انزي ابدومنا الوول ومفيش سبيس لان السبيس قدام بيبقى انكمبليت. طيب الشريان بتاعنا اللي اسمه السبكليفيان هيطلع لنا الاب الروحي للانتيريور انتركوستال ارتريز اللي هو اسمه الانترنال ثوراسيك ارتري اللي هيجي هنا واتفرع للفرعين بتوعه، الماسكولوفرينيك على امتداده، السوبيروبجاستريك على امتداده عفوا، والماسكولوفرينيك اللي ماشي موازي للكوستال مارجن. طب تعالوا نشوف الانتيريو انتركوستال ارتريز اللي كانوا 2 في كل سبيس، ادي 2 في كل سبيس، ادي الانتيريو انتركوستال ارتريز 2 ان ايتش سبيس، 1 2 في كل سبيس. اهو طالعين منين؟ طالعين من الانترنال ثوراسيك ارتري في الابر 6. طيب في الابر 6 انتركوستال سبيسز، طب في الانتركوستال سبيسز ارقام 7 و8 و9 كانوا 2 في كل سبيس وطالعين من الماسكولوفرينيك، اهو 2 في كل سبيس وطالعين من الماسكولو فرينك. طب ده الانتيريور انتركوستال ارتريز، ماذا عن البوستيريور انتركوستال ارتريز اللي بتغذي البوستيريور ثوراسيك وول؟ ده السبكليفيان الفيرست بارت بتاعه كان اداني الانترنال ثوراسيك، السكند بارت هيديني ارتري اسمه سوبيريور انتركوستال ارتري. ده السوبير انتركوستال ارتري طالع من السكند بارت اوف سبكليفيان. السوبير انتركوستال هيديني البوستير انتركوستال في السبيس انتركوستال الاول والسبيس انتركوستال الثاني. بصوا احنا نرسم الرسمه ونلاحظ بيانات كل واحد. ده الفيرست بوستيريور والسكند بوستيريور انتركوستال ارتريز كانوا 1 ان ايتش سبيس، ايفري وان از ديفايدد انتو تو برانشز تو انستوموز وذ تو كورسبوندينج انتيريور انتركوستال ارتريز. التو بوستير انتركوستال ارتريز او الابر 2 في السبيس رقم 1 و2 كانوا برانشات من البوستير من السوبيريور انتركوستال اللي هو من السكند بارت اوف سبكليفيان. امال ماذا عن بقيه البوستيريور انتركوستال ارتريز في السبيسز من 3 ل 11؟ كان في عندي شريان كبير اسمه الديسندنج او ثوراسيك اورطا. الديسندنج ثوراسيك اورطا هو اللي يتكفل بارسال البوستيريور انتركوستال ارتريز في السبيسز من 3 ل 11 بالشكل ده. 1 in each space everyone is divided into two
branches to anastomose with the two corresponding anterior intercostal arteries. دي كانت diagram لل anterior and posterior intercostal arteries. طب ماذا عن ال venous drainage؟ ال venous drainage ال anterior intercostal veins. ال anterior intercostal veins كانت ماشية مصاحبة، كانت مصاحبة للأرتر المناظر. في السبيسز أرقام 9 و8 من تحت، 9 و8 و7، كان الأرتر اللي ماشي اسمه anterior intercostal artery. احنا ناخد الأول anterior intercostal veins. الأنتيريور الأرتر اللي كان ماشي في السبيسز أرقام 9 و8 و7 وهنطلعين على فوق كان اسمه ماسكولوفرينيك أرتري، كان برانش من الانترنال ثوراسيك. فما فيش ماسكولوفرينيك فين، في فينز مصاحبه للماسكولوفرينيك ماشيه في السبيسز او هتصب فيها الانتيريور انتركوستال في السبيسز فينز في السبيس ارقام 9 و8 و7. طيب الفينا كومتنس المساحه اللي مصاحبه للماسكولوفرينيك والسبيل اوبجاستريك هيتحدوا مع بعض عند 6 ويعملوا مع بعض فينا كومتنس تمشي مصاحبه ل الانترنال ثوراسك ارتري بس من السبيس السادس للسبيس الثالث. اما في السبيس الثاني فالتو فينز اللي هم تو فينا كوميتنز اللي مصاحبين للانترنال ثوراسك، ده الانترنال ثوراسك وادي التو فينا كوميتنز، هيتحدوا مع بعض في السبيس الثاني ويعملوا الانترنال ثوراسك فين اللي هيصب فين، هيصب في الكورسبوندنج بريكيوسيفاليك اللي هو النومينيت فين، كل واحد على ناحيته. ده كان الانتيريور انتركوستال فينز. طب ماذا عن البوستيريور انتركوستال فينز؟ ادي الانتيريور انتركوستال في مراجعه سريعه، 2 ان كل سبيس تنتهي في الفينا كومنتنس المصاحبه للماسكولوفرينيك اللي هتصب في الفينا كومنتنس المصاحبه للانترنال ثوراسيك اللي هو الانترنال ميموري يعني الاسم القديم، والانترنال ثوراسيك اللي هو الانترنال ميموري هيصب مباشره في البريكيو سيفاليك فين. طيب زي ما اتكلمنا على الارترز وقلنا ان كان لها اب روحي، البوستيريور انتركوستال فينز لها اب روحي اسمه ازيجوس سيستم اوف فينز. ايه الازيجوس سيستم فينز اوف فينز؟ هي المصب الرئيسي اللي هيصب، مصرف الرئيسي اللي هيصب في البوستيريور انتركوستال فينز. في الرايت سايد كان الازيجوس سيستم موسلا في صوره وريد اسمه ازيجوس فين، جاي منين؟ والليفت سايد كممثلا في اورده اخرى اسمها هيمي ازيجوس، يبقى على الرايت سايد ازيجوس واللي على الليفت سايد هيمي ازيجوس، جاي منين دول؟ السبير فينا كيف اهو اللي هيلم الدم من الابر هاف اوف ذا بودي، والانفيريور فينا كيف اهو اللي هيلم الدم من اللور هاف اوف ذا بودي. هيطلع وريد اسمه الازيجوس فين، البدايه بتاعته الازيجوس فين، البيجنينج الكورس وريليشنز والترمينيشن بتاعته. هذا الوريد اللي اسمه الازيجوس فين هيطلع بطريقه من 2، في غالب الاحوال يطلع من الباك اوف انفيريور فينا كيفا في الابدومن ويمشي من فتحه اسمها اورتيك اوبننج في الديافرام ويعدي في الثوراكس تو ذا رايت سايد اوف اسوفيجاس ويمشي فوق الهايلم اوف ذا لانج ويصب في السوبيريور فينا كيفا. اذن الازيجوس فين هي وصله ما بين الانفيريور فينا كيفا للسوبيريور فينا كيفا، مشي مسار طويل جزء في الابدومن، اخترق الحجاب الحاجز، اخترق الديافرام، اخترق الديافرام في فتحه اسمها اورتيك اوبننج، مشي في البوستيريور ثوراسيك وول تو ذا رايت سايد اوف اسوفيجاس ثم فوق الهايلم اوف ذا لانج، يكيرفس يعمل كيرف علشان يدخل في السوبيريور فينا كيفا، يسموا هذا الوريد الازيجوس فين. طب الهيمي ازيجوس فينز، الهيمي ازيجوس فينز اللي هو الشق من الازيجوس سيستم اللي قاعد على الليفت سايد، انا عندي 2 هيمي ازيجوس، واحد سوبيريور هيمي ازيجوس اللي يسموه اكسسوري هيمي ازيجوس، والتاني اسمه انفيريور هيمي ازيجوس اللي هو الهيمي ازيجوس نفسه. الاتنين يمشوا على الليفت سايد ويروحهم يصبهم في الازيجوس عند مستوى ما بين تي 8 وتي 9، يعملوا كروسنج للميدل لاين ويدخلهم في الازيجوس. احنا قلنا الازيجوس، احنا قلنا ابتدى بطريقه من 2، الطريقه الشهيره
اول يعني الموست كومون هي من الباك اوف انفيريور فينا كيفا، لكن ممكن يطلع من هنا من تحت باتحاد وريدين اتنين، وريد اسمه سب كوستال، وريد اسمه اسندنج لامبر. دي الطريقه الثانيه. طيب الهيمي ازيجوس، انا عندي الهيمي ازيجوس نفسه اللي هو الانفيريور هيمي ازيجوس بيكون بطريقتين ايضا، اما من الباك اوف ليفت رينال فين او باتحاد الاسندنج لامبر مع السب كوستال، ويمشي على طول لحد ما يعدي الميدل لاين عند مستوى تي 8 ويروح للازيجوس. طب السبيرو هيمي ازيجوس او الاكسسوري هيمي ازيجوس ده جاي من اتحاد البوستير انتركوستال فين من الرابع الى السابع ويمشي لحد على الليفت سايد لحد ما يعدي الميدل لاين ويروح يتحد مع مين ايضا؟ مع الازيجوس. دولت التو فينز اللي بيمثلوا الاباء الروحانيين للبوستيريور انتركوستال فينز اللي هيمثل الدرينج اوف ذا بوستيريور ثوراسيك وول. طيب تعالوا دلوقتي نشوف مع بعضنا، ادي الازيجوس فين في شكله الطبيعي، ادي الانفيريور فينا كيفا اللي هو الفينوس درينج اوف ذا لوور هاف اوف ذا بودي، وكانت بتصب فيه اورده كتيره منها الليفت رينال فين، وده كان السبيرو فينا كيفا اللي هو الفين الرئيسي اللي هتصب فيه الفينوس بلاد من الابر هاف اوف ذا بودي، وادي الازيجوس فين بتاعنا. الازيجوس فين طالع في المكان اهوت من الباك اوف انفيريور فينا كيفا ويمشي in front of vertebral column to the right side of esophagus لحد ما فوق الهايلم اوف ذا لانج، يدخل فين؟ في الميدل اوف ذا سبيرو فينا كيفا. يبقى هو ده الازيجوس فين. دي الطريقه الاولى، ممكن يطلع باتحاد ascending lumbar vein مع subcost. ليه طريقة تانية؟ طب الهيمي ازيجوس، انا عندي واحد superior او الاكسسوري هيمي ازيجوس وواحد inferior اللي هو الهيمي ازيجوس نفسه. الهيمي ازيجوس نفسه اللي هو الانفيريور هيمي ازيجوس بينشأ برضو بطريقتين. الطريقة الاولى اما انه يطلع من الباك اوف ليفت رينال فين او باتحاد الاسندنج لامبر فين مع السبكوستال فين، والاثنين مع بعض يعدوا الميدل لاين اللي هو السوبيريور هيمي ازيجوس الاكسسوري يعني والهيمي ازيجوس نفسه، يعدوا الميدل لاين عند مستوى تي 8 ويروحوا يتحدوا مع الازيجوس فين. طب تعالوا نشوف البوستيريور انتركوستال فينز ونهايتها في الازيجوس سيستم كان ازاي. انا عندي 11 بوستير انتركوستال، احنا اتفقنا اي حاجه انتركوستال فهي 11، فانا عندي 11 انتركوستال ارتري و11 انتركوستال نيرف و11 انتركوستال فين. طيب الانتركوستال فينز ال11 انا عندي 11 على الرايت وانا عندي 11 على الليفت. اول واحد اعلى واحد هو اسمه السوبريم انتركوستال، ده اعلى واحد. طيب ادي الكلام الاول اللي عليهم، تعالوا نشوف الرسمه بتاعتنا. كان في النك تو فينز، البريكيوسيفاليك معدي من النك رايح على السوركس، واحد ليفت واحد رايت، يتحدوا مع بعض يعملوا السوبيريور فينا كيفا. ده من فوق. من تحت خالص الانفيريور فينا كيفا، وكانت الوصله اللي بينهم اسمها الازيجوس فين. انا احنا زي ما قلنا في عندي 11 انبوستير انتركوستال فين، 11 على الرايت سايد من 1 لحد 11 و11 على الليفت سايد من 1 لحد 11. الرايت فيرست بوستير انتركوستال فين اهو هيمشي يصب، هي اسمه السوبريم انتركوستال اللي هو ده السوبريم اللي هو الرايت فيرست بوستيريو انتركوستال، هينتهي في الرايت بريكيوسيفاليك. طب اتنين وتلاتة هيتحدوا مع بعض، ده التاني والتالت، يعملوا لي فين مشترك اسمه سوبيريور انتركوستال اللي هو ده اهو، ده اللي هو السوبيريور انتركوستال. السوبيريور انتركوستال فين اللي هو نشأ من اتحاد السكند والسيرد رايت بوستيريور انتركوستال يصب فين؟ في الارش اوف ازيجوس. اما من 4 لحد 11 بوستيريور انتركوستال فينز على الرايت سايد فانتهم فين؟ انتهم في الازيجوس فين، ده على الرايت سايد. ماذا عند الليفت سايد؟ الليفت فيرست بوستيريور انتركوستال فين اهو هيصب مباشره في الليفت بريكوسفاليك واسمه السوبريم انتركوستال ايضا زيه زي الرايت. طب 2 و3 هيتحدوا مع بعض يعملوا له السبيرو انتركوستال اللي هو زيه زي ده، هيصب في الليفت بريكوسفاليك. لاحظتوا الفرق؟ الليفت سبير انتركوستال انتهى في الليفت بريكوسفاليك، انما الرايت سبير انتركوستال انتهى في الارش اوف اسيكوس.
شايفين ده في الارش اوف اسجوس، وهنا كان انتهى فين؟ في الليفت بريكوسيفاليك. من 4 لـ7 بوستيريو انتركوستال على الليفت سايد هيتحدوا مع بعض، هيعملوا له السوبيريور هيمي اسجوس اللي هو الاكسسور هيمي اسجوس اللي هيعدي الميدل لاين ويدخل في الاسجوس. طب من 8 لحد 11، 8 و9 و10 و11 هيتحدوا مع الانفيريور هيمي اسجوس اللي هو الهيمي اسجوس نفسه اللي جاي من تحت، ويعدي بيهم الميدل لاين علشان يوصل لمين؟ للاسجوس فين. بالشكل ده، ده كان الفينوس درينج اوف ذا بوستيريور ثراسيك وول اللي اسمهم بوستيريور انتركوستال فينز، وشفنا بينتهم ازاي. هذه هذا المود اوف فينوس درينج اوف بوستيريور انتركوستال فينز بتساعد على فهم جزء من الانستموزيس هناخده في الابدومين اسمه بورتو سيستميك انستموزيس، ويتمثل وصله بتوين ذا بورتال سيركيوليشن اند سيستميك سيركيوليشن.